هذا الزمان بالخصوص هو زمان لا يستيقظ فيه إلا من أحبه الله، ولا يغفل ويشرد فيه إلا من أبغضه الله، نعوذ بالله. وقد تقارب الزمان فيه وحدث من الدلائل والأمارات ما حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث الفتن، وتواترت معانيه في كتب السنن، أنه الزمان الذي هو بين يدي الحوادث العظمى، يوشك أن يخرج الدجال، يوشك أن تسرب إلينا يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون، يوشك أن يخرج المهدي، يوشك أن ينزل المسيح عليه السلام، يوشك أن يقع كل شيء مما فصله النبي عليه الصلاة والسلام ونص على كثير منه القرآن العظيم، الذي يسمع أحداث الزمان ويرى ويبصر ثم لا يدرك إنه أعمى. ما عادت هذه الحقائق قابلة لتأويل آخر، بل هي ناطقة بنفسها عن نفسها، وإذا كانت حجرة قد ثلمت من سد يأجوج ومأجوج في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وقد مضى على عهده ما تعلمون، فكم يكون السلم اليوم؟ لكن ديك ساعة حجرة طحت تقبو حجرة قدر قبضة، فكيف يكون السلم؟ شحال غيكون الغار وصل؟ أو ليس يكون قريبا فعلا؟ بلى، 14 القرن هذه والزيادة وعمر إنسان بعده. إذ حدث النبي بهذا عليه الصلاة والسلام، إذ قال ويل للعرب من شر قد اقترب، وعجيب التعبير، قال ويل للعرب. قال المفسرون شرح الحديث، قالوا العرب لأنهم يومئذ أول من أسلم، هذا التأويل اللي كان عندهم في ذاك الزمان، أي في الصدر الأول من الأمة في القرون الهجرية الأولى، ولكن الواقع الآن يفسره بصورة أخرى، لا تنقض تلك ولكن تكملها، لأن العرب اليوم مع الأسف هم بغير دين، بغير دين. ويل للعرب من شر قد اقترب، حملوا لواء قوميتهم بعيدا عن دين الإسلام، فكان أن أنذروا بالويل الذي اقترب فعلا، ويل للعرب من شر قد اقترب، عجيب. أما المؤمن فلا يكون إلا في مأمن، وإن وقع ما وقع وإن هلك مع الهالكين، لأن رواية من روايات الحديث قالت زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، هي رضي الله عنها تأسفت كيف نهلك ونمشي ومعنا الناس الصالحين يعني اللي ما داروا والو، قال لها نعم القليل كيمشي في الكتير، إذا كان الكتير الشر ديالو غلب، وذلك قول الله في القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كالضرب كل شيء، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أنهلكوا وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. والمؤمن مطالب في يقظته بأن يجعر بنفسه إلى الله، وأن يجهد لإنقاذ محيطه، أسرته، أبيه وأمه، زوجه وأبنائه، إخوته، أصدقائه، كل من حوله يجب أن يشتغل بهذا، عسى أن يكون من الناجين، لأن حجة الله على خلقه ليس فقط أنهم لم يؤمنوا، نعم أنهم لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا، ولكن حتى وإن آمنوا أنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. وقد صح في الحديث المسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مخرج في صحيح الجامع الصغير، قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حينما يحاسب الرب عباده، يحاسبه على كذا وكذا وكيت وكيت، نهار الفلاني، الساعة الفلانية، درت درت، فعلت فعلت، إن الله لا يحاسب العبد يوم القيامة حتى يحاسبه سبحانه وتعالى عن المنكر لما لم تغيره إذ رأيته. يعدد الله عز وجل مع عبده حوادث ونوازل عمره من بعد بلوغ مرتبة التكليف، كنت بدأ الحساب وتعلق بك الكتاب، من ثم فعلت كذا حسن، فعلت كذا سيء، هذه السيئة بما محوتها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أم تركتها تغزل عليها أخرى، تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. قال حتى يحاسبه وحتى يسأله، إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله عن المنكر لما لم تغيره إذ رأيته، النهار الفلاني جالس في الدار الفلانية وفيها المنكر،
يشرب الخمر على المائدة وأنت جالس، تفعل الفاحشة قريبا منك أو حولك وأنت راض جالس، تشهد بعينيك وتسمع بأذنيك، تتفرج على أسوأ الكلمات وأسقط العبارات بينك وبين أهلك على التلفزيون وأنت منشرح، تفعل وتفعل وتفعل، يقع المنكر في زوجك في ابنتك في ابنك وأنت راض ساكت حتى يسأله عن المنكر، لما لم تغيره إذ رأيته؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا لقن الله العبد حجته قال: يا ربي رجوتك وفارقت الناس. يعني كيقول العبد إلا كانت عنده الحجة، إلا أعطاه ربي شي حجة كتكون كالتالي، كيقول: يا ربي ترجيت رحمتك، وهذاك بنادم اللي كان كيدير المنكر خفت منه، رجوت رحمتك وفارقت، أي خفت من الفرق وهو الخوف الشديد، وفارقت الناس. ولكن ما يقدرش أي واحد يقولها إلا الذي فعلا رجى رحمة الله وأدرك يقينا أن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر سيؤذيه أذى لا يتحمله. هذه الساعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وما غاديش تكذب على رب العالمين ولا تقدر تكذب عليه، تقول له: يا ربي راه فلان خلعني، وانت انت كنت كتخلعه. وقد ذكرت قبل أن الذي يمنعنا غالبا في كثير من الأحيان اللي كيمنعنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماشي الخوف من الناس، لا، الخوف من نفوسنا. كيف تخاف من نفسك؟ انا كنعرف فلان كيدير المنكر، انا شفتو دابا في الطريق، غادي نمشي نقول: اللهم ان هذا المنكر، حشوم عليك صاحبي، هذا ماشي معقول كذا، انا عارفه ما غاديش يضربني، قدرت الحال ما غاديش يضربني، ما غادي يدينيش للحبس، غايقول لي: واش انت سوقك ما رضاش؟ هذا هو، منين خايف من نفسي ما راضيش نسمع كلمه قبيحه. فالذي يفزعني ليس هو بل نفسي المتكبره، ما ترضاش تسمع كلمه لوم، ما ترضاش تسمع كلمه ايذاء نفسي في الله. كبرياء ما كان سيقولوا خبر خفي في النفس، حب للذات ما خصكش النفس ديالك تمسس ولا نقطع ديال التراب. وكان محمد بن عبد الله سيدنا وقائدنا عليه الصلاة والسلام يسمع من الأذى من المشركين ما تتشقق له السماء وتنهد له الجبال، ويصبر، يصبر في الله، واصبر وما صبرك إلا بالله. فكان سيد الصابرين عليه الصلاة والسلام، واليقظة التي كانت في قلبه كانت أعظم من أن يشعر بإيذاء السفلة. لو أعلم ما تعلمون، كان يعلم ما لا يعلم الناس، وكان يرى ما لا يرى الناس، وكان يسمع ما لا يسمع الناس، كان يقظا، كان محدثا ومخاطبا، كان موحا إليه عليه الصلاة والسلام، وكان قلبه في أعلى وأرفع درجات الاستيقاظ والاستعداد. ولم يزل عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه ذلك. من منا إذن يستجيب لهذا المفهوم اليقظة؟ من منا تتشوق نفسه إلى هذه المرتبة؟ من منا يعقد العزيمة والإرادة لتسلق مدارج هذا المنزل العظيم اليقظة، فيكون حاله: أيقظوا صواحب الحجر، يقولها لنفسه، لا أقول لقيام الليل ولكن للصلوات الخمس فقط، يوقظ قلبه لهذه الصلوات ويستعد لها استعدادا، يقولها لزوجه، يقولها لأبنائه وبناته في شأنه ومنزله، أيقظوا صواحب الحجر، يخاطب بهذا المعنى وليس بالضرورة بهذا اللفظ، المعنى معنى اليقظة أن يبادره ويدع زوجته تغط في نومها ظاهرا وباطنا ليس بمستيقظ حقيقة، أن يغفل عن أبنائه وبناته بعيدا عن الصلوات شاردين عن الجماعات والمساجد والخطوات، فليس في حقيقة الأمر بمستيقظ، لأن المستيقظ يدرك هول الأمر ويستجيب: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يستجيب لهذا. فحينما يدرك أن النار محيطة وأن الشر قريب فهو يوجل، وأعز ما لديه بعد نفسه أبناؤه وزوجه، فيبادر إلى إنقاذ ما بقي منهم أو إلى إنقاذهم جميعا، وبذلك يكون قد خرج من النظارة إلى البشارة، ويجد لذة اليقظة في نفسه وفي بنيه، فتتضاعف أحاسيسه باليقظة، لأنه حينما يرى زوجته قائمة تصلي وبسببه، أو حينما ترى زوجها قائما يصلي وبسببها، تجد لذة أخرى
من غير اللذة الأولى التي تحدثنا عنها، أنك تشكر فتجد لذة الشكر على النعمة، ثم تجد لذة الشكر على الشكر، ومرة أخرى تجد لذة أن صلى فلان بسببك، وقام الليل فلان بسببك، وتاب إلى الله فلان بسببك. تلك لذة لا تنقطع أبدا إلى يوم القيامة ما دام ذلك الإنسان يعبد الله على صراط مستقيم. أنت كنت من وضعته عليه أول الأمر، ليس هذا في حاجة إلى علم غزير ولا إلى كلام كثير، ولكنه في حاجة إلى صدق مع الله عميق. إذا صدق القلب انطلق اللسان، ليس بالبلاغة والفصاحة، لا، انطلق بالصدق، انطلق بالمحبة، بالإحساس، بالشفقة. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. تشعر بهذا وأنت ترى جماعات الناس في التيه في الضلال المبين، يركضون ركض البغال في الظلمات وفي الطرقات، يسابقون إلى الشهوات وينهارون بذلك خريفا بعد خريف في نار جهنم والعياذ بالله، وأنت قريب منهم، تخشى على نفسك، ولا أمن لك إلا بتأمين محيطك. اللي عنده الأمان حقيقة، ماشي اللي هو فيه الأمان، لا، فيه الأمان والمحيط دياله أمن. أما إلى دارك فيها الأمان والجيران شعل فيهم النار، غدا تشعل في دارك النار، وجب عليك تطفي النار ديال جارك باش ما تشاير النار في دارك. ولذلك أمن نفسك وأمن محيطك، تكون آمنا حقا ومستيقظا صدقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الغافلين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، واجعلنا لك من الشاكرين، ولآلائك وأنعمك من الحامدين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.